السلام عليكم. اليوم شهيوتنا ديال الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم كريم كراميل. كريم كراميل اللي غادي نحتاجو فيه واحد الكاس ديال السكر سنيدة، وعندنا كاس ديال القشدة الطرية ديال الخفق اللي كان سائلة ماشي ثقيلة، عندنا نص كاس ديال الماء، وعندنا 50 غرام ديال الزبدة اللي كتكون مالحة. الزبدة كاينين انواع ديال الزبدات، خدوا الزبدة اللي مالحة، ولا ما كانتش عندكم متوفرة الزبدة البلدية اللي كناكلو مزيانة، هذه هي اللي تناكل انا. بعض المرات كناخذها مالحه، بعض المرات كناخذ دابا الكاغيط ما عنديش باش نوري لكم، ولكن كتكون مقيده عليها ملوحه ولا عاديه ناتور على حسب الناس اللي ما تيقدوش على الملحه. بالنسبه هاد الزبده هادي الا ما كانتش مالحه غادي تردو ترشو واحد الرشيشه ديال الملح، باش داك العناصر ديال الملح ما بين الملحه والسكر كتجي داكشي لذيذ بزاف. وعندنا واحد المعلقه ديال الحم ديال السيترون، ها هو عندي في الثلاجه حتى نجبدو بلاتي. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي ناخذو عندنا غادي ناخذ السكر، يكون عندنا واحد الكاسرونه غارقه، غادي ناخذ السكر، غادي ناخذو الماء ماشي كله، كلشي غادي هذا درنا منه 4 كاس الماء، وهذا درنا منه نص كاس الماء. دابا غادي نخليوه غادي يغلي مزيان حتى كيطلع داك اللون ديالو، يعني يولي كراميل. مازال هو عاد هز الغليه، من بعد الغليه كيهز كيعطي اللون، من بعد اللون غادي يولي شويه قوي. انا كندير حداكم كلشي باش تفهموا. والعافيه كتكون عاليه شويه ماشي حاضره، مازال ما غنحتاجوش بها دابا حاضره. ها هو ده اللون بدا كيتغير، ها هو ولا كيولي شويه بيج، من بعد غيولي عسلي. ها هو ده اللون تغير، نتوما تقدروا ما تشوفوش ولكن انا كنشوفو نتوما اللون. دابا غادي نزيد نضيف داك السكر وداك الماء اللي بقالي. راه اللون كيتغير له دابا، فاش كتبقى كتطلع لينا الرغوه، هذيك الرغوه فاش هي اللي كتبقى كتعطيك اللون. ها نتوما شفتوا اللون راه كيتغير هكذا، وما مجهداش عليه بزاف العافيه، هي متوسطه على ما يرجع لي شي شويه كريمي. نهضروا شي شويه على هذا كيصلح لي طارت. كنتو قلتوا لي شحال هادي الكراميل كي درتو، فدرتو فواحد لاطارت مزيونه اللي درت فيها داك البيض والبسكوي من التحت وداك الكراميل من الفوق، وما قدمتو ليكمش، وراني غادي ننزل الكراميل تحت منها. هاد الكراميل هذا كنحتاجوه لي كلاص لي طارت بزاف ديال المسائل. هانتوما شفتوا كيفاش كيتبخر لينا داك المقاع، تنحسوا بان هذا السكر بدا كيتحمر، يعني بحال اللي حنا كنقولوا كنقليو داك. هانتوما شفتوا انا راني تنتبع معكم ماشي مشكل انني كنطول،
بزاف الناس كيقولوا كطولي، اللي كيطول ما انا ما عندي، انا عندي الغرض باش نوصل الفكره والطريقه وانتم مرتاحين معايا، واللي كيبغي الزربه لا زربه على صلاح. ماشي ما تنجحش الحاجه اختي جربتها وما صدقات ليش، ما يمكنش تفرجي في الفيديو من الاول حتى للثاني. صافي دابا ها نتوما شفتوه كيفاش تقال بحال هذه الطريقه، هذه ما يقصحش لينا. نزيدوه واحد شي شويه. صافي منين عطاني هذا اللون هذا العسلي صافي، باش الا بقيتو تتحمروه بزاف غادي يعطيكم واحد المذاق المرار. دابا غادي نقبض هذيك الزبده اللي قلت لكم وغادي نزيد على الدفا هنايا. ونبقى مع التحريك. ها نتوما شفتوا كيف نغادى معكم خطوه بخطوه. نقشو شي شويه العافيه ملي يكونوا كنخلطوا دائما نمهلوا العافيه باش ما تحرق ليناش. ها تقريبا نرجع بحال نيسلي. ها نتوما كيف كتشوفوا ها شتي. غادي نخلي شي شويه قبط اللون. هانتوما ها مازال، هانتوما الجناب كتشوفهم كي كيذهبوا كيرجعوا عسلين. ها هادي راه داخله في الحوادث ديال الطبخ كواليس. هانتوما شفتوا كي كتولي كراميل. مازال غنخليها حتى تقبض اللون ديالها ونرجع لكم. غادي ندير واحد القطيره ديال الحامض. ها نتوما شفتوا من بعد ما درت الحامض وبقيت كنحركو هذا هو اللون اللي عطى. دابا غادي نضيف عليه هذيك القشطه الطريه ولا ونقصو من الحراره. صافي بحال هاد الشكل هكا. غنسرج من داكشي كامل وغنكونو سالينا. هانتوما كيف شفتو هادي الكريمه هي بدات تتقال. هانتوما كتشوفو هذا هو الكريم الكراميل ديالنا المصوب كي كيقولوا دقه دقه حتى كتحصلوا على هذا الكريم هكا. صافي غادي نطفي عليه البوطه وغادي نخليه يبرد على خاطرو باش ما يتحرق لكمش وما يعطيكمش واحد المروريه واحد الريحه كتعطيكم عرفوا بان تحرق لكم. يعني السكر كيعطي دائما هذا واحد الريحه ديال الكراميل وهو كيبرد شي شويه وانتم كديروا له بحال هذه الطريقه هكا حتى كيتهدن ما تيبقاش قابطه فيه الحراره. صافي هانتوما كيف كتشوفوا دابا منين غادي يبرد هو غادي يتقال بوحدو. صافي غادي نخليه في الجنب حتى يتقال ليا ونتلاقاو مع الشكل ديالو اللي من بعد ما غادي نحتاجوه في شي وصفه وغادي نفكركم فيه نقول لكم هذا الكراميل اللي صوت قدامكم. صافي هذه هي الطريقه ديالنا، نتمنى يعجبكم ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالنا. صافي هنا من بعد ما برد لينا الكراميل هانتوما كيف كتشوفوه. اللي بغات الحلاوه تزيدوا الحلاوه ودير عصير ديال السيترون اللي يكون طري. صافي كنتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وبحال الوصفات المعتاده. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله. ولا بغيتوا ديروه في شي قريعه في الثلاجه يبقى لكم تحتاجوه السيمانه كامله، ومهم سيمانه حتى لجوج ماشي مشكل كيبقى هو مزيان لانكم طيبين مزيان. شكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.